هتتعب معانا شويه. عايزين نسجل بيانات اسمك بالكامل واسم امك وابوك واخواتك ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك واولاد عمك ونسوانهم، يعني كل عرس له صله دم بيك. عايز اعرف بيشتغل ايه، بينام على انهي جنب. فهمت؟ فاهم. مش سامعك. انت مش قلت الكلام هنا مشوشه؟ ليه؟ مرافقين ايه ابن العرس؟ الكلام ده بره في الصاله. ولا اقوم احط لك حاجه في زورك اخشنهولك. ابن العرس. بص هناك يا ابن الاحمر. تعالى دغري لقلبك مش مره، قلبك موت بالدور. ايه يا قاتل دي؟ انت دي شركة بتعمل البروسيسور بتاعت الكمبيوتر في كل العالم. مش هنسيب مصر تضيع يا عيل يا مشخة انت وهو. عاملين ابطال ودين امي اللي علقك في ايدي بيها انت وهو تشوف عذاب عمرك ما شفته. يا ابني تعبتني. تيجي تفكك يا ابن العرس. قلت لك يا عصام الظباط في الاخر بني ادمين. لما يلاقوا 100,000 ابن متناكة زيك بيهجموا عليهم يعملوا ايه؟ يتدوروا يجروا؟ الذنب اللي ماتوا في رقبتك يا عصام. جيب دي دلوقتي و يلا حبيبي عايزين ننزل نهتف نقول لبعض. يا عم يا اخي المرة نزلت معاك الانتخابات دي طلعت دين اهل انت والمعرسين اللي كانوا نازلين معايا دول. افتح بس الكتابة. قولي بقى مبارك. الله واختارناك بقى وماما سوزان بقى انت فين يا ابو بقالك يومين؟ يعني طب امسك بقى وفوق يا حربي، في شويه عيال مالهمش لازمه عاملين شحف التحرير وقاعدين مش التحرير فيها وجايبين خيم وقاعدين مع الحليم بتوعهم جوه عاملين ينقروا في بعض، احنا مش قرانين يا عم حربي. عيال اجانب في بعضيهم عاملين يرطموا بالاجنبي وجايبين كنتاكي ودولارات وبيوزعوها على بعض مش كده؟ جايين يعملوا ايه يعني عايزين ايه؟ عايزين يشيلوا الرايس. رئيس مين؟ مبارك. مبارك بتاعنا؟ ايوه. يشيلوه ازاي يعني؟ يشيلوه يزحوه من على الكرسي. كلام ده ويجيبوا مين بقى؟ تجيبوا بقى الامريكان واليهود يقعدوا وسطنا وتبقى مليطه يا ولاد المتلكه والمصالح تقف والعجله ما تدورش يا عم، يبقى الرئيس ولا مش الرئيس؟ الرئيس طبعا. خلاص يلا بينا. بقول لك ايه بقى حاجه كده يا عم، خش يا عم خلاص.